السلام عليكم. دلوقتي هنشوف خاصية من خصائص ال 3D View، ألا وهي لو أنا فعل Section Box بالشكل دوت أول وظهر عندي مثلا الماتيريال بتاعت الحوايط. لو بصيت كده هتلاقي إن الماتيريال ظاهرة بالظبط، يعني الحيطة دي متقسمة لكذا جزء فهي ظاهرة بالشكل الطبيعي الصح بتاعها. طب بفرض إن أنا أختارها كوارث بالشكل دوت، هتلاقي كلها ظاهرة لير واحد بالشكل دوت. طيب لو أنا جيت بقى من الخصائص كده وأنا مش عامل سيلكت عليها حاجة خالص وقلت له إيديت، طيب بلاقي في خصائص اسمها كوارث بوتش ماتيريال. لو أنا جيت هنا غيرت الماتيريال يتغير في اللوحة كلها، يعني لو جيت كده وقلت له دارك وقلت له أبلاي هتلاقي كلها اتغيرت بالشكل دوت. لو قلت مثلا خليها بلاستيك اوكي هيغيرها في اللوحة كلها.